الرياح التي جاءت بنا واحدة، لكن نحن مختلفون. وكوننا بقينا في الحقيقة هو محض فضل من الله تعالى. ربما المملكة المغربية الناس لا يعرفونها جيدا. المملكة المغربية هي دولة يعني قديمة وعندها أعراف وتقاليد، والمهم هو الحكام. الحكام كان ولا يزال هو جلالة الملك. فهذه دولة حافظت على رئاستها، وإذن لم يكن ممكن بالنسبة لرئيس حكومة إلا أن يأخذ المجال الذي يناسبه. ويعني رغم الإرباكات والزلازل التي أرسلت على هذه التجربة التشابهها في المغرب وتونس ومصر إلى آخره، ولكن كل تجربة لها خصوصيتها، وأظن أن هذه التجربة استمرت لأنها الجميع كان مقتنعا من البداية أنها إيجابية وتتصرف بطريقة فيها مصلحة البلد. بل دعني أقول لك أن كان هنالك وعي من البداية بأن هنالك أشياء لم تنجز إلا هذه الحكومة. وأذكرك بتصحيح قامت به القناة الثانية لمراهقتها السياسية لما تهجمت على إصلاح المقصة وإصلاح الماء والكهرباء، وجاءها تنبيه وجذبت أذنها ببلاغ قرأه أحد مذيعيها يقول لو أن كل الحكومات يعني قامت بواجبها في موضوع المقصة والتقاعد والماء والكهرباء لما وصلنا إلى الأزمة التي وصلنا إليها. إذن فالتقدير كان أعتقد أن التقدير من أعلى كان إيجابيا جدا لهذه الحكومة. عندنا علاقة ودية، نلتقي في بعض الأحيان في بعض المؤتمرات ونتصافح كما يتصافح كافة يعني قبل الآن كانت عندي هنا سيدة صحفية سألتني عن علاقتي مع أردوغان، قلت لها ليس عندي علاقة مع أردوغان. أردوغان رئيس دولة وأنا رئيس حكومة. لما كان رئيس حكومة زارنا في المغرب كرئيس حكومة، استقبلته طبيعي، الحساسية متشابهة، الاسم متشابه، لكن ليس عندي علاقة معه. هذا صحيح، آثرنا الاستقرار. ولا تستغرب أننا لم نحارب الفساد والاستبداد، تستغرب أنه هو لم يقضي علينا. الفساد والاستبداد له يعني أنصار كثيرون يستفيدون منه. وبطبيعة الحال أنت من الصباح وأنت تتحدث عن محاولات الإرباك والإسقاط والاستبدال والتغيير، وحتى الآن حتى هذه الانتخابات التي نحن بصددها غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم، كل حلمهم هو أن يعني يسقطوننا. وحتى وصلوا إلى 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 الهلوسة، بعضهم قال المغرب مهدد بما وقع في سوريا، وبعضهم قال هنالك تنظيم دولي لست أدري أين، فيه أشخاص لم أسمع عنهم في حياتي يعني يحضرون لمساندة الإخوان المسلمين الموجودين في المغرب. وصلوا إلى حد الهلوسة، معنى أن هؤلاء الناس فقدوا صوابهم. فإذا هم من حاربنا وهم من يستمر في محاربتنا، ونحن كذلك نحاول. والآن يمكن أن تأخذ هذه الخمس سنوات وتنظر كم من قاض عزل، أن تنظر كم من شخص في الأمن يعني توبع أمام القضاء، أن تلاحظ أنه لأول مرة يعني في مباريات توظيف شباب الأمن الوطني وقع كشف خروقات وغش ومؤاخذة أشخاص. روح جديدة تسري في المغرب في محاربة الفساد والاستبداد، وهو عمل سوف يطول. كنت واضحا معكم يا معشر المغاربة، قلت لكم إذا كنتم تريدون شخصا يخاصم ملككم بحثوا عن شخص آخر، أنا لا أصلح لكم. ونفس الشيء أكرره لكم اليوم، أنا أريد أن أقول لك وأقول للذين يسمعونني من العدالة والتنمية، نحن نؤمن بالحرية. إذا كان رب العزة أعطى الحق للإنسان أن يؤمن أو أن يكفر، لاتي نحن نتدخل في لباس المرأة ونتدخل في لباس الرجل ونتدخل في العلاقة بينهما. حتى شريعتنا لا تذهب إلى بيوت الناس ولا تبحث عما يفعلون إلا في حالة ما إذا كشف شيء فيه أربعة شهود يرون ما إلى آخره.
طبيعة ديننا الحقيقية، الصورة التي تروج عن ما يسمى بالإسلاميين، خطأ إما من الإسلاميين وإما من الآخرين، فهذه ليست هي الحقيقة. الحقيقة هي أنه نحن نؤمن بالحرية، ونؤمن يعني بأن كل واحد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما يفعله، ودورنا حين نكون في الحكومة أو حين نكون في الحكم هو أن نقيم العدل بين الناس، وأن نسعف المحتاج، وأن هذا هو دورنا، وليس هذا ما فتئت أقوله، وليس أن نقيس عدد السنتيمترات الظاهرة أو الخفية من أقدام النساء أو أرجلهن أو أذرعهن.